اروح العب كرة ولا ما اروح، اروح اصلي الفير ولا ما اصلي، انت شكو انت مسؤول عني. ان شفتك ريال وقد المسؤولية بخليك على كيفك، بس مت ريال. انا ريال غصب عليك، فاهم ولا لا؟ تعبالك الرجولة يعني انك تطول سالك علي. هي وين وين طق الكعب ورايحة؟ وين رايحة ان شاء الله؟ وين على الله وين؟ ناقصتني شوية اغراض، بروح اجيبها وصهيب اللي بيوديني. لا يبا روح انثبر بدارك يلا، واذا تبين اي شيء صهيب عندك روح جيب لك اغراضك يلا. انت ايش فيك؟ تقول لك انا بوديها. انت ايش فيك؟ يبا انا ما احب الهياته، ما احب الطلعات، ما احب الشوارع، البنيه مو كانها البيت، روح انثبر بدارك. وانا وين رايحه يا خلاف؟ السالميه ولا شارع الخليج؟ خو كلها الجمعيه. عايشه عن الحكي الزايد وذل في دارك. عوش امشي معي مالك شغل فيه. انت بتكسر كلمتي ويا ويهك؟ يلا صعدي فوق، صعدي دارك يلا. اسمع انا ماني خايف منك وهي قسما عليك بتي، فاهم ولا لا؟ بديلك علي يا صهيب. فؤاد تعود من ابليس. فؤاد فؤاد حسبي الله على ابليسك. الحين هذه الديانه تمد ايدك على امك؟ شوفي احترمي نفسك وتكلمي عدل لا ادوس على راسك، تفهمين؟ يعني ايش بتسوي؟ ايش بتسوي؟ بتكمل علي عقب اللي سويته بامي؟ اسمع اذا بتطلع رجولتك طلعها علي انا، اوقف قدامي انا، فاهم ولا لا؟ شوف ترى انا اقدر امسح فيك البلاط هذا رايح راد هني، تفهم؟ بس ابي اطوفها بمزاجي. اخ اخ حبيبتي بسم الله عليك شوي 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 طيب يلا عليك يا معل. والله ما لقيت انه يمد ايده علي. بسم الله عليك. يا يما يا حبيبتي لو مو متدخله كان ما صار اللي صار. يعني شلون يا يما؟ تبيني اشوفكم تتذابحون وما اسوي شيء؟ هين هين يا معاذ، ان ما علمت ابوي وخليه ادبك. لا يا يما يا عوش، لا تقصين ابوك، هذا موضوع ما يستاهل، لا تقصينه. يما معاذ مد ايده عليك تقولين ما يسوي؟ ادري يا يما بس اكيد ما كان يقصد، وعلي معصب ومو شايف قدامه عشان كذي. الى متى يما؟ لمتى بدافعين عنه؟ يا كثر ما تدافعين عنه يا يما. استغفر الله يا رب. شسم قلت لعيالي تبرى وعقلا وسعدت مشاكل. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يوم عن يوم كان معاذ يزيد في قوته وظلمه، صار يتجرأ حتى على أمي، وأنا وصهيب صرنا وايد نكرهها، كل يوم نكرهها أكثر وأكثر. يا ريتك يا يبا قدرت تكسر شوكته من الأول، يا ريتك قدرت توقفه عند حد، يا ريت. سلمى قاعدة أدرس وأنا بنام. بس أنتي أمس كنتي قاعدة تدرسين وأنا نايمة. واليوم بنام. سلمى أنتي ليش تسوين كذي؟ ترى إحنا خوات. لا والله حرام، صدقين مسكينة هندو. بس خلاص عاد، بس سوين نفسك مسكينة وطيبة، وادري انك تكرهيني اصلا وتحقدين علي. سلمان سويت عشان تحسين اني انا كرهت. انت 24 ساعه تدرسين عشان ابوي يحبك ويقول عنك انت الذكيه، وانا اللي بقاره اللي ما افهم شيء. انا ما سويت كذي عشان ابوي، انا سويت كذي عشان نفسي. لا والله لا، تبي تثبتين حق الكل ان هندو هي اشطر وحده وهي المثاليه، وبيمعات اهلنا بس يقولون هند وهند هند وهند، وانا سلمان اللي دائما اسقط وما انجح. انا لا لا سلمى انتي غلطانة، اصلا الانسان هو بنفسه ينقي اذا بيكون انسان ناجح ولا انسان فاشل، انتي تقررين، الانسان هو بنفسه يقرر. انا كذي ما افهم. على كيفك، مو كل يوم تجي المدرسة تعرفي جاتي قاعد يحسون أنا أحلى واحدة فيهم. و
وانت بعد اليوم كنت تتكلم بالغترة. من تحاكين؟ مريوم شوي وحاكيك. يلا باي. ردي علي من تحاكين. يعني ما سمعتيني قلت مريوم؟ بس انا سمعتش تقولين شكلك وايد حلو بالغترة. ليش؟ مريم تلبس غترة؟ سمعيني، ما بها السالفة تكرر. ترى إذا أبوش دار بيفضحنا. وشلون بيدري؟ يعني تبيني أقول له علشان يأدبك؟ أنا عارفة وأنتي عارفة إنك ما راح تقولين حق أبوي، لأن إذا عرف بيقط المشكلة كلها فوق راسك. ويوم إنك عارفة إن أبوش إيش راح يسوي لو درى، ليش تدخليني بمشاكل أنا بغنى عنها؟ نجلوه بسك من هالخرابيط وديري بالك على دروسك وايد احسن لك. سمعيني، ما ابيش تكلمين هالولد مره ثانيه، سامعه؟ بس هذا اللي الله قدرك عليه. ما فكرتي تساليني من هو، لا كم عمره، ولا حتى ليش اكلمه. قولي ما أبيش تكلمين هالولد، ريال عمره 32 سنة تقولي ولد. ألو، سوري طولت صح؟ لا ما صار شيء. هاي شنو هذا اللي بيدك؟ عليكم براشيم. بلا براشيم. حسبي الله على بيسك، حتى بالقرآن تبشين ما تستحي انت. والله ما مداني ادرس امس. خلينا سمعيني. السؤال الاخير شنو جاوبتي على؟ جوز المسافر يفطر. انا اظن يا جوز. وي هذا بعد مبرشينه العلوي. زين شنو حطيتي الاثبات؟ اي ايه؟ هذا هو الاثبات. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام الاخر. هي انا حطيت كذي عليك. انا كتبت تعريف. ابا ثول ومن خشنا فليس منا. زين يصير فيه. زين سمعيني، سؤال مال سجود السهو شنو حليتي؟ فكينا تبي تقعد تدور بعد. خلاص هندو كلكم حالين صح الا انا ما ابي اسمع شيء الحين. سمعوني، باكر ويك اند وانت ابونا نروح. اباي عندنا تقرير حق الاجتماعيات لازم اسويه. هند خلاص امتحان وتقارير فكينا نبي نستانس. زين انت اقترحي تجون عندي البيت تتعشون عدو نسمع اغاني ونستانس ويا بعض. بس اسمع اغاني مره واحده، انا كم مره قالت لك ما احب اسمع اغاني. خلاص احط لك اغاني بسطيره ما فيها موسيقى. شي زين. وين دلانا؟ ما اقدر لان امي معزومه على عرس وهي راح يكون بروحها. كذابه مريوم، انت ايش فيك؟ ايش تحسسيني امك اذا قاعده في البيت بتجاب ابوك؟ ايش فيها هذه؟ كلموها. ابا ايش فيك؟ ما اقدر اخليه بروحه. وين كرهك؟ حتى بالويكند يعني ما تقدري؟ ترى الجمعه ما تحلى الا اذا كنا كلنا مع بعض. خلاص ان شاء الله راح احاول. يلا زين، وانتي هنود ليش ساكنه؟ انا خاف اقول لك ايوه مرت ابوي تقعد تفصل علي وتقول يوم الخميس ما تروح. جمرت ابوك هذه بس تهديني عليها اذبحها قطعها نتفها. واي عسى الله ياخذها وتتكين منها. قولوا امين. امين يا رب. هذه الاجابه اللي انا اعرفها من غير ما ادرس. اكرهها امك، اكرهها. تكفى تعالي ان شاء الله. ما شاء الله اليوم صهيب ولدي في الصف الاول بالمسجد. هواك الله يا ولدي. الله يقويك يا ابوي. وانت يبا شلونك بالامتحان؟ اظن قلت لي تربيه اسلاميه. الحمد لله يبا كان سهل. الحمد لله. الانكم ساكتين. حصه صاير شيء في البيت وانا ما ادري عنه؟ سلامتك، مو صاير شيء.
بلا يبا صاير شيء او شو؟ ايش هالخرابيط اللي قاعد تقولينه؟ لا ابد سلامتك يا ابو معاذ وافينا للعافيه. حصه شو اللي صاير؟ يبا معاذ ماد ايده على امي امس. الله يعني بسوي لك ذاك العرس يا مريم ويما تو الناس على الزواج. يما ادري ادري انا تو الناس اللي تخرجتي من الجامعه عيشي شبابك يما طلعي يما واستانسي وفرحي بشبابك ولا يا وقت الزواج اخذي واحد من سنك. الله شحالات النفنوف يبا شوف ايش رايك فيه. هي يبا حلو 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 هذه حدها بسيطة يما. أنا بيش لما تلبسين بدلة تكون فخمة علشان لما مشيتي بوسط الناس يقولون صج عروس. اي ما وريتيني صور عفسك انت يا ابوي. انا احب الموديلات القديمة. اي صور يما؟ هو اصلا كان في مصور بالعرس والعرس كان حده يفشل وبدلتي كانت خيار طبعا على قد المهر. امي خذت الخام ودته عند الخياط اللي بفريجنا. لا هي بدله ماركه ولا خياط مشهور سواها مالت علي وعلى حظي. يا ودي يا ودي يا ودي يبا وين بتروح؟ قعد معنا. لا عجبتي بروح ارتاح على عافيتي. قعده يا يبا ادل دربي انا قعده قعده. يعني ما تعرفين تقولين كلمة تونس ابوي؟ احنا ما صدقنا الله يطلع من غرفته ويقعد معانا، صار له كم يوم منسدح وتعبان، ايش فيك شي ضايقتي خلقه؟ يعني اكذب؟ اكذب يعني؟ هذا الصج، هذا اللي صار. ما تكفين، والله ادري انك تزوجتي ابوي صغيرة ومقصوبة علي، وادري ان ابوي على قد حاله، بس خلاص انا مليت من هالاسطوانة كل يوم، ايش فيك كذي قاعد تقسينه؟ إذا أنا غثيته بهالدقيقة هو صار له 20 سنة غاثني. طفي لي يما عادي. هذه تاليتها يا معاذ. وصلت فيك المواصيل انك تمد ايدك على امك. هذه تاليتها وانت الكبير يطلع منك كذي. يا يبا اللي صار من غير قصد يا يبا. بعدين امي الله يهديها ويجزاها الله خير. ما يصير تدخل بيني وبين صهيب، ما يصير. ايش تبي تسوي؟ شافتكم التكافخون قالت تفاتشكم. هذا ودارس الدين وحديث الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ما تعرف حقوق امك؟ ما تدري ان اللي يقول للام اف يؤثم؟ هالدور بعد تطقها؟ طيب انا مو ياهل عشان اتكلم لي كذي. بعدين اذا تبي تتكلم بالموضوع حاج صهيب. صهيب هو سبب المشكله. ليش؟ ليش النبي ياخذ اختك الجمعيه؟ صارت مشكله؟ لان البنت مو كان هالبيت يا يبا. وبعدين انت تدري فيني انا ما احب الهياته وما احب الشوارع. مو كل يوم بتيني بتقول لي بطلع بقولها ما يخالف. ما يصير. شوف معاذ انا قلت انت اخوهم الكبير وخليتك مسؤول عن اختك واخوك والبيت، لكن قاعد اشوف المشاكل تزيد كل مالهم يكرهونك اكثر ويبتعدون عنك. ما يصير كذي يبا. يا يبا عايشه وصهيب في سن خطر، واذا ما كنت شديد معاهم ما راح تقدر تمسكهم بعدين. بعدين شوف 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 صهيب لاهي بهالكره مع هالصبيان. ما يصير يا يبا ما يصير. ما قام يحضر الدروس بالمركز ولا قام يحفظ القران. وعايشه بنيه توه. اي غلطه من عايشه بتحط روسنا وبتدفنها بالتراب. اما بيك تخف عنه. حاضر يبا حاضر ان شاء الله ان شاء الله. حسبي الله على بلسك يا عبوش. صوت اخوك معاذ وابوك واصلني برا وانت السبب. لا يمه زين سوت. خل تقول حق ابوي عن فايل معاذ. ما يصير مو نخلي احد مرتاح في البيت. يا يمه ماكو فايده. ابوك لاهي بالمحاضرات اللي يعطيها بالمركز ومعاذ هني معانا في البيت. انتوا لازم تسمعون كلامه، لازم تزعزعونه. ما نسامع كلامه.
اصلا انا اكرهها، اللي بتاخذه امها داعيه عليها، والله ورسوله غضبانين عليها. والله انت الخسرانه يا يمه. حوش لا تحسبين انك قلتي حق ابوي، ترى المفروض انا اللي قايل، بس كنت خايف وانت طلعتي اقوى مني. عادي ماكو فرق بيني وبينك، احنا واحد. زين يلا تصبحين على خير. وانت من هلا. انت شلون درعن كذي من غير ما تطق الباب؟ فضلتي حلج بكلمه واحده مره ثانيه عند ابوي وقلتي له اي شيء يصير بيني وبينك لسانك هذا اطلعه واقصه من عرجه، فهمتي؟ معاذ هد شعري، عفي هد شعري. خايفه على شعرك؟ حرام. تبين امك عليك الحين واقطعها عشان تعذبين؟ لا خلاص صدني، تكفى عدني. هذا صبغ حق الاظافر. صبغ اظافر؟ تصبغين اظافرك؟ شو تصلين؟ شو تصلين؟ شو انت الغبر صلاتك الفاجره؟ حرام عليك معاذ، انت ايش قاعد تقول؟ فاجره مره واحده بس عشان صبغت اظافري؟ معاذ على وجهك، انا علمك يا قليل الادب. لا لا صبغ مالك؟ صبغيك؟ اسمعني شوفي، حرام عليك، حرام. يلا تستحين الفاجرة. ليش شي تسوي فيني؟ ليش؟ ليش؟ حياك يما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياك يما. الله يحييك. ما إن شاء الله بس راضية علي ومو زعلانة مني. لا يما مو زعلانة. يعني مسامحتني؟ اي ما مسامحتك. ما ادري يما، احس انك كنك تقولينها كذي يعني من ورا قلبك، يعني كنك قاعد تجامليني مو عدل. اسمعني يا يما، اذا تبيني ارضى عليك صدق ابيك تخف على اخوك واختك. بس يا يما بسنا نجرى 24 ساعه وصيح. ان شاء الله ان شاء الله بخف عنهم وبخليهم بحالهم، مع ان انا والله بمصلحتهم. ابليس 24 ساعة ناطب ويوهم، ما يتعوذون من ابليس اعوذ بالله منه. ادري يما وجزاك الله الف خير، ادري ان قلبك عليهم. ان شاء الله. المهم ما تبين شيء تامرين بشيء. بسلامك يا الله يسلمك. ريحة الهنا حلوة. عليك بالعافية. الله يعافيك. قولي يما. امي لا عايشه وينها؟ ما اشوفها وما لها حس بالبيت، دارها مسكره، وينها في؟ عايشه معزومه. معزومه؟ وين ان شاء الله؟ عند رفيجتها. معزومه عند رفيجتها؟ زين وين اخر من يعلم؟ ليش ما تقولوا لي انها معزومه؟ ليش ما تشاورني قبل لا تطلع؟ الله يهداك يا يما، لا اله الا الله عليك، ايش فيك؟ هي ما طلعت من البيت غير ما شاورت ابوك. وابوي ايش عرفه بالبنت؟ ايش عرفه باهلها؟ شلون يرضى ابوي تروح لها؟ هذه نزله رفيجتها من زمان، انت ما تعرفها. زين انا ما اعرفها، تعرفين ابوها؟ تكفين قولي لي تعرفين ابوها؟ لا يما ما اعرفها. شلون ترضين؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا يعرفون اهل البنت ولا يعرفون امها، قلت لهم قاعد عندهم بلنا. زين
يعني رايحت لهم زيارتهم شنو 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 المناسبة؟ ليش يعني؟ عادي يما يمعت بنات. يمعت بنات؟ يعني مو أغاني ودقدقة ورقص وعيد ميلاد؟ لا يما شو هالحكي؟ يمعت بنات عادي يقعدون مع بعض يسولفون يوسعون عن سطورهم. إيه زين يما منو منو اللي برد هالبيت؟ أنا قلت لها ترد مع سايق رفيجتها. سايق بعد؟ انت من صدق يما الله يهديك تركب مع سايق؟ غريب هذا غريب. يا يما الله يهداك أنا قلت شي طلعني تالي الليل عاد قلت لها ترد مع السايق. من صدق يما أنت قاعد تحكين؟ أعطيني أعطيني عنوان البيت أعطيني بسرعة. الحين بتروح تجيبها دو الناس. يما الله يخليك وجزاك الله ألف خير أعطيني العنوان. تعالي تعالي بسرعة تعالي بسرعة ركبي. ما عاد ايش فيك ترى تو الناس. اي تو الناس ما تستهين على وجهك انت الساعه 10 ونص وتقولي تو الناس. يا يبا ما يجوز شرعا البنيه تقعد برا بيتها لها العزه مع بنات قرب. ركبي انت. ما عاد ايش فيك انا محاكيه امي وقايله لها. وانا شكب امي تقول لامي ركبي يلا خلصيني. انزين عفيه بس اسلم على البنات كبين ولا الحين والله انزلت لك من عجاب الجدار. خلاص لا تفشلنا بحركه خلاص ركبي يلا ان شاء الله. شفت ايش كثر معصومه اخاف يسوي فيها شيء. ايش فيك يعني هو لو يدري هي طالعه كان ما يهني خذاها. ايش فيكم ايش فيكم ليش خذاها كذي انتوا عندي او شو خليك قاعده مشوا انا اخاف يسوي فيها شيء. مره ثانيه بعد ما تروحين حق رفيجتك هذه. ليش يعني شو المشكله؟ شو المشكله بنات قاعدين هز ورقص بالحديقه وتقولي لي شو المشكله؟ تعبالك ما شفتك بعيوني ما شفتك معاد احنا بنات وقاعدين بروحنا وبعدين ما كنا قاعد نرقص بس حاطين اغاني شو السالفه؟ شو السالفه؟ اللي رايح واللي راد بالفريد قاعد يشوفكم صدقكم ما تسعون على عيونكم ما تستحون. استغفر الله يا ربي الحين بفهم شو اللي صار ما صار شيء. مشكلة انه مو همك شرها مو عليك شرها على امي وابوي اللي معطينك الثقه بس من اليوم ورايح ما في طلعه من البيت الا بشوريانه. نعم اشون ابوي عايش الله يطول بعمره هو اللي يحكم ويقول متى ادش البيت ومتى اطلع منه. تعبالك ابوي يرضى باللي قاعد تسوينه؟ يرضى؟ يرضى على رفيجاتك هذيل؟ قاعدين بالحديقه سفور ولا واحده فيهم استحت على وجهها وخطط قفتها؟ شوف عاد معاذ رفيجاتي لا تحكي عنهم، اعرفهم من زمان وعيال ناس ما فيهم شيء. كانوا كانوا رفيجاتك، بس من اليوم ورايح دوري لك رفيجات غيرهم. ذيك اللحظه تمنيت اني اخنق معاذ واقول له مو على كيفك. ومنو اللي اعطاك الحق انك تتحكم فيني عشان انت ولد وانا بنت؟ تمنيت يومها ان معاذ ينام ولا يصحى عشان ارتاح افتك منه باقي عمري. ها راحوا رفيجاتك؟ ايه راحوا رفيجاتي يما. وان شاء الله استانستوا. وايد استانست معهم بس كان لازم تتناجرين ويا ابوي وصوتكم يوصل لتحت عندنا وتفشليني قدام رفيجاتي. الله لهالدرجة صوتنا كان عالي؟ إيه صوتكم كان وايد عالي أنا ما قاعدة أكذب عليك. ما يخالف أعرف شنو هي المشكلة اللي صارت بينك وبين أبوي اليوم بالذات لما كانوا البنات موجودين؟ ماكو شيء لا تشغلين بالك. يما ترى أنا ماني صغيرة عشان تقصين علي بهالكلمات. ماكو شيء ومشكلة بيني وبين أبوك صغيرة تنحل. شو اللي صاير بينك وبينه؟ عادي خلاف بين ريال وزوجته. تمام وين ابوي عيل؟ بغرفه ثانيه راح ينام صح؟ نفس كل مره لما تتناجرين وياه انت بغرفه وهو بغرفه صح؟ يما الله يخليك حبيبتي انتي روحي راضي ترى توه راجع من السفر روحي تاسفي منه. نعم تبيني انا اروح اتاسف منه؟ مثل ما زعل بروحه بيرضى بروحه. يما وغلاتي عفي الله يخليك إذا ما راضيتي ترى أبوي ما راح يتغدى باكر ويانا. مو لازم يتغدى بروحه يتغدى مع الخدم إن شاء الله بالسكة كيفه. يبا يبا
يبا اسم الله عليك يبا حبيبي يبا يبا قوم قوم يبا.